هل هناك إضافة لتفسير هذه الآية؟ معنى الآية أن الله عز وجل لما خلق آدم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا كما ذكر الله عز وجل، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكذلك أمر الشيطان أن يسجد لآدم، ولا يدل ذلك على أن الشيطان من جنس الملائكة. نعم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، فلما طرده الله عز وجل فأبى إلا أن